السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك غير الكيكات اللي فايت لي حضرت معكم، سهل في التحضير، اقتصادي، بحشوة جد لذيذة، اللي دقها اكيد غادي يطلب المقادير ديالها. الى عجبتكم الوصفة ما تنساوش انكم تابونوا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم دعموني باللايك ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا في المكونات. بالنسبة للمكونات ديال الكيك، عندي جوج ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيدة، نص كاس ديال الماء، كاس ديال المايزينا او ديال النشا، جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق. بالنسبة للكاس اللي كيبان كبير فهو فيه الدقيق تقريبا 200 غرام، يعني جوج كيسان ديال الطحين، وكاس ديال المايزينا او نشا الذرة، نص كاس ديال الماء، معلقة صغيرة ديال الخل، جوج اكياس ديال خميرات الحلويات، وكيس ديال سكر فانيلا. وممكن انكم تزيدوا اي نكهه بغيتيو، انا غادي نزيد النكهه ديال الحامض في الاخر. فغادي نجيب واحد البانيو، غادي ندير فيه البيض مع السكر سنيدة، وغادي نحاول انني نطربو مزيان. انا هنا استعملت فقط الطراب اليدوي، ممكن انكم تستعملوا الطراب الكهربائي، الاختيار كيبقى ليكم. هنا بعد ما يعني ضروري انكم تضربوا البيض مع السكر مزيان، فغادي نبدا نزيد الحليب، الزيت، الماء، معلقه صغيره ديال الخل، سكر فانيلا، ممكن انكم تعوضوها بالفانيلا السائله او تكتفيوا باي نكهه واحده اخرى بغيتيو. هنا غادي نزيد الكاس ديال المايزينا او ديال النشا، غادي نجيب هكا واحد الغربال او واحد الشبيكه صغيره، غادي نغربل فيها جميع النواشف. عندي جوج اكياس ديال الخميره الحلويات و 200 غرام ديال الطحين ديال الفورت. غادي نبدا نخلطو مزيان، وفي هاد الاثناء راني رديت الفرن كيسخن على درجه حراره 180. الطحين كتزيدوه شويه بشويه، ممكن انكم تزيدوا اكثر من 200 غرام على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، يعني ممكن تزيدوا شويه ولا تنقصوا شويه على حسب النوعيه ديال الطحين. اهم حاجه ان الكيكه كيخصها تجي ما تكونش خفيفه بزاف، وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه بزاف، يعني تجي مقاده هكا تهزوها، ما تكونش كتقطع لكم. هنا غادي نجيب شويه ديال النكهه ديال الحامض، وغادي نزيدها وكتبقى اختياريه، ممكن انكم تزيدوا اي نكهه بغيتيو، نكهه الكراميل او مهم اي نكهه بغيتيو. صافي، هنا من بعد ما الخليط ديال الكيك وجد، هنا غادي نجيب المول. انا هنا استعملت مول دائري، ممكن انكم تستعملوا اي مول بغيتيو. غادي نخوي داك الخليط في المول، وغادي ندخلو الفران. الكيكه كيخصها تطيب على درجه حراره 180، كتشعلوا عليها فقط من التحت، يعني تقريبا واحد 30 دقيقه كتكون واجده. هنايا غادي نجيب اللوز ايفيلي، يعني هنايا راني قبل ما غادي ندخل الكيكه الفران غادي ندير اللوز ايفيلي. ممكن انكم ديروا كاوكاو ايفيلي او اللوز مهرمش او كاوكاو مهرمش، يعني اللي متوفر عندكم. فبهذه الطريقه هذه كتستغناو على انكم تزينوها من بعد ما تساليو. صافي، كان هكا كنغطي داك السطح ديال الكيكه باللوز ايفيلي، وكندخلها كنشعل عليها الفران فقط من التحت، وهي راه كتحمر لي الراسه، يعني حتى اللوز ايفيلي راه كيتحمر راسه بلا ما كنشعل عليه من الفوق. هنايا من بعد ما رديت الكيكه طيب، هنا شد باش نحضروا الكريمه. عندي 500 مليلتر ديال الحليب، غادي نزيد جوج معالق السكر، كيس د السكر فانيلا، وثلاثه د المعالق ديال لا كريم باتيسيير او بودره ديال الكاسترد. ممكن انكم تحضروا لا كريم باتيسيير يعني بيديكم، اللي كنحضروه بالبيض ومايزينا، يعني الفيديو اللي فيه طريقة صحيحة باش تحضروا لك كريم باتيسيير طريقة ناجحة 100% راه غادي تلقاوه في القناة. صافي، هنا غادي بعد ما رديتو فوق البوطات تعقد لي، غادي نخويه في واحد السلافة، وغادي نديروه في الثلاجة او في المجمد، وغادي نخليه يبرد. انا هنايا غادي نديرو في المجمد باش يبرد لي دغيا.
صافي. هنا بعد ما طابت لي الكيكه وخرجتها وخليتها حتى كتبرد مزيان، ضروري انها تبرد مزيان، غادي ندوز باش نحضر لا كريم. عندي كاس ديال الحليب، بودره ديال شونتيي او لا كريم شونتيي، وجوج معالق ديال السكر سنيده. غادي نطلعهم مزيان باش تطلع لكم دغيا. الحليب خصو يكون بارد، ممكن انكم تزيدوا سكر فانيلا، انا حيت السكر فانيلا زدتو في لا كريم باتيسير ف يعني اكتفيت بداك القدر ديال السكر فانيلا. صافي كنطرب الشونتيي مزيان حتى كطلع مزيان. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا كريم شونتيي وعندهم الكريمه السائله يديروا كاس ديال العنبه. صافي هنا بعد ما طلعتها مزيان كما كتلاحظوا راه كتجي بكميه كبيره وفي نفس الوقت كتجي عقده. هنا غادي نجيب لا كريم باتيسير اللي درت في المجمد باش يبرد، ضروري خصو يكون بارد باش ما يهبط لكمش الكريمه، يعني في الوقت فاش تدخلوا الكيكه للفران صوبوا لا كريم باتيسير وديروه في الثلاجه وفي المجمد الاختيار كيبقى لكم. صافي هنايا غادي نخلط الكريم شونتيي مع لا كريم باتيسير وغادي نطربهم مزيان تيرجعوا خليط متجانس، يعني هكا كطربوهم تقريبا واحد 3 حتى 5 ديال الدقائق. هنايا الكيكه من بعد ما بردات ضروري انكم تخليوها تتبرد باش ما تفرتتش وتهرس لكم في يديكم، يعني خليوها واحد ربع ساعه ولا نص ساعه عاد قسموها، ضروري انكم تخليوها تبرد حيت الا ما خليتيهاش تبرد كما قلت لكم غادي تفرتت. نتوما كتقطعوها بالسكين وهي كتفرتت لكم غادي يضيع لكم الشكل ديالها. غادي نجيب واحد السكين وهكا غادي نقطع الجوانب، يعني راني ما كندخلش السكين حتى لداخل، غير هكا كطراسيو الجوانب عاد نكمل التقطاع بالخيط. بالنسبه للخيط كيكون افضل بكثير على انكم ديروا السكين، كتجي مقاده ما كتجيش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه، وفي نفس الوقت ما كتضيعوش داك الدخلاني هكا بالسكين كيبدا يتحيد كامل، الخيط كيكون افضل. هنا كما لاحظتوا غادي نجيب الخيط وغادي ندوزو هكا فوسط الكيكه. صافي وغادي نهز داك الطبقه الاولى غادي نوضعها فوق شي غطار، والطبقه اللي من التحت غادي نديرها نردها في المول. هنايا غادي نجيب داك الكريمه اللي درنا وغادي نخويها كامله فوق الطبقه الاولى. بالنسبه للكيكه الا بغيتيو تسقيوها سقيوها في هذه المرحله هذه قبل ما ديروا الكريمه، سقيو داك الطرف اللي كيبقى لتحت، يعني ما تسقيوهاش فاش تخرج من الفران، سقيوها ف يعني هكا فاش تقسموها الطرف التحتي هو الا بغيتيو تسقيوه سقيوه. صافي هنايا غادي نوضع يعني الطرف الفوقاني ديال الكيكه، كما لاحظتيو الكيكه ما تفرتتاتش نهائيا حيت خليتها تبردات مزيان. هنا غادي نجيب معلقه كبيره ديال العسل ومعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نردهم يغليو مزيان، يعني هكا حتى كيغليو ويعاودوا، وكنسقي بها الكيكه من الفوق، كتعطي واحد القرمشه وواحد التعليكه للكيكه خطيره بزاف، جات بنينه بلا قياس. صافي كنسقي داك الكيكه مزيان، وكما لاحظتي اللوز ايفيلي راه خدا لي داك القرمشه وخدا داك اللون الذهبي واخا ما شعلتش عليه نهائيا من التحت، يعني قللت على الفران وخليت الكيكه كطيب على خطره. والتحمار كيبدا يعني هكا كتشوفوا الكيكه كيرجع اللون ديالها ذهبي بلا ما تشعلوا عليها من الفوق. صافي غادي نخليها تقريبا واحد الساعه حتى كتبرد الكريمه وكتشد راسها مزيان، وكنحيدها من الاطار وكنطراسي داك الجناب مزيان اللي كتكون خارجه منهم الكريمه باش كتجيني الطبقه متساويه. صافي نقطعوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل، صراحه جات هائله بنينه بلا قياس، واهم حاجه انها بسرعه كتوجد واكيد غادي تحمر لك وجهك مع الضيافه ديالك. صافي غادي نقطعوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل،
بالنسبه للكيكه الا بغيتيو تخليوها تبات ليله كامله خليوها باش تبرد لكم باش تبرد لكم الكريمه مزيان. شوفوا معايا جات طبقه ديال الكيك، طبقه ديال الكريم وطبقه ديال الكيك، جات بنينه بلا قياس، سهله في التحضير، اقتصاديه وبالحجم ديالها عائلي. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تابونا فلاشين باش توصل بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.